حصلت الجزيرة مباشر على صور حصرية حديثة بالأقمار الصناعية تظهر ضخامات ومرافق القصر الرئاسي الجديد الذي يجري بناؤه في العاصمة الإدارية الجديدة. تظهر الصور أن مساحة مبنى القصر الرئاسي الجديد تقدر بخمسين ألف متر مربع تقريباً، وإذا كانت مساحة البيت الأبيض مقر حكم الرئيس الأمريكي هي 5000 متر مربع، فإن القصر الرئاسي المصري الجديد يماثل حجم البيت الأبيض 10 مرات. أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتصل إلى 2,370,000 متر مربع، يضاف إليها مساحة خارجية خصصت كحرم طريق للمدخل الرئيسي الشرفي للقصر، وتبلغ مساحتها 180,000 متر مربع. وبذلك يصل إجمالي المساحة المخصصة للقصر الجمهوري الجديد إلى 2,550,000 متر مربع، أي ما يعادل 607 أفدنة زراعية تقريبا. أما تكلفة بناء القصر فيمكن احتسابها طبقا لخبراء عقاريين استنادا إلى أقل تكلفة والفيلات الراقية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ 25,000 جنيه للمتر مربع، ما يعني أن تكلفة الطابق الواحد في القصر الجديد تقدر ب1,250,000,000 جنيه على الأقل. وإذا كانت تكلفة بناء مستشفى مركزي في ريف مصر تساوي 75,000,000 جنيه طبقا لوزارة الصحة، فإن تكلفة الطابق الواحد في القصر الرئاسي تعادل بناء 16 مستشفى مركزيا مصر في أمس الحاجة إليها. وإذا علمنا أن تكلفة بناء مدرسة هي 10 ملايين جنيه طبقا لمصادر حكومية، فإن تكلفة طابق واحد في القصر الجمهوري الجديد يمكن أن تبني 125 مدرسة حكومية في بلد لا تزال نسبة الأمية فيه 25% ممن يبلغون سن 10 سنوات فأكثر، طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.